في كركوك ذهول ونزوح وأبواب مفتوحة أمام كل الاحتمالات. ضمن مئوية الإمارات 2071 محمد بن راشد يطلق استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي. ونجمة أمريكية تتسبب في عاصفة نسائية على مواقع التواصل الاجتماعي. أسعد الله صباحكم بكل خير مشاهدينا الكرام، وأهلا بكم إلى نشرة اليوم المفصلة من أخبار الآن، نبدأها من الشأن العراقي. إذ قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن بلاده لن تنحاز إلى أي طرف في الأزمة الحالية بين الأكراد وحكومة بغداد في محافظة كركوك العراقية. وأضاف ترامب في مؤتمر صحفي في البيت الأبيض أن بلاده لا تحبذ دخول حكومة بغداد والأكراد في مواجهات وصراعات. من جانبها قالت القيادة العامة لقوات البيشمركة الكردية في بيان لها إن بغداد ستدفع ثمنا باهظا لحملتها العسكرية على مدينة كركوك. يأتي ذلك البيان بعد أن تمكنت القوات العراقية من فرض سيطرتها الكاملة على مدينة كركوك وعلى حقول النفط في المدينة عقب عملية عسكرية انطلقت فجر يوم الاثنين. موفدتنا إلى كركوك جنا موسى كانت هناك يوم أمس ورصدت لنا ما رأت، نتابع. سيارة تلو الأخرى، عائلة تلو الأخرى، هؤلاء هم أكراد كركوك يخرجون من المدينة الغنية بالنفط بعد تمكن القوات العراقية والحشد الشعبي من أخذها بالقوة من البيشمركة. صغار وكبار بحوزتهم فقط ما تمكنوا من جلبه على عجل من منازلهم. معظمهم يشعر بالصدمة من السرعة التي خسرت فيها قوات البيشمركة المدينة. هل يعقل في كل مرة أن نترك لمصير مختلف؟ لماذا لا تكون لنا مدينة يمكننا أن نستقر فيها؟ هل يعتبر طلب الأكراد الحق في تقرير مصيرهم جريمة؟ ساعات تمر وموجات النزوح لا تنتهي. يشعر الأكراد هنا أن العالم تخلى عنهم، لا يسعهم فعل شيء في هذه الساعات الصعبة سوى الصلاة. حالة من الذهول والصدمة على وجوههم. هذه الحرب أكبر بكثير من قدرة البيشمركة. هذه حرب دولية، هي حرب بين دول مثل إيران والعراق ضد منطقة حكم ذاتي صغيرة. قوات البيشمركة تمتلك أسلحة كلاشينكوف فقط، ولكن التحالف قد دعم القوات العراقية بكل الأسلحة القوية. لو كان لدى البيشمركة مثل هذه الأسلحة لكنا تمكنا من السيطرة على بغداد والبصرة. بعد أن خرج وعائلته بسلام من كركوك، سألت السيد أمان شرزاد عن وجهته الآن وعن الخيارات المتاحة له. أشكر الله، سيكون هناك مكان لكي أنام الليلة فيه. لدي كثير من الأقارب في أربيل، ولكن أعتقد أن 90% من بقية هؤلاء الناس ليس لديهم مكان ليباتوا فيه. أين سيذهب كل هؤلاء الناس؟ إلى أربيل عاصمة إقليم كردستان العراق يتجهون، ولكنهم لا يعلمون إن كانوا سيتمكنون من العودة إلى كركوك قريبا، أم إن كان هناك تصعيد آخر قادم في الأيام المقبلة. جنان موسى، أخبار الآن، كركوك. في الشأن السوري، أعلنت قوات سوريا الديمقراطية تحرير ساحة في الرقة كان يستخدمها أفراد تنظيم داعش في تنفيذ عمليات إعدام وصلب وتعليق جثث أثناء احتلالهم المدينة. وأكدت قوات سوريا الديمقراطية في بيان أنها حررت بشكل كامل دوار النعيم الذي كان سكان المدينة يطلقون عليه دوار الجحيم أثناء احتلال أفراد التنظيم المدينة التي كانت أبرز معقلهم لمدة 3 أعوام. أعلن الرئيس الفلبيني استعادة مدينة ماراوي بالكامل من التنظيمات الإرهابية. هذا وكان قائد القوات المسلحة في الفلبين قد أعلن يوم أمس أن الجيش سيسيطر على مدينة ماراوي في جنوب البلاد في غضون أيام بعد قتل 2 من أبرز قادة المتشددين في تنظيم إرهابي موال لداعش.
يتعرض معسكر كبير للشرطة في جاردس جنوب شرق أفغانستان لهجوم من قبل مسلحين اقتحموا المكان بعد أن فجروا عربة أو عربتين مفخختين بحسب ما أفادت مصادر رسمية. وقال مسؤول في الشرطة إنه لم يتضح بعد العدد الإجمالي للضحايا، إذ أن الهجوم ما يزال مستمرا. هذا وأعلنت جماعة طالبان مسؤوليتها عن الهجوم. مع ارتفاع حصيلة ضحايا التفجير الانتحاري يوم السبت الماضي في العاصمة الصومالية مقديشو إلى 300 شخص وإصابة المئات بجروح، خرجت مظاهرات منددة بالهجوم الإرهابي، ولم تخرج جماعة الشباب الصومالية عن صمتها هذه المرة ولم تتبنى الهجوم، في وقت يؤكد مراقبون أن جماعة الشباب تقف وراء التفجير، لكن بشاعة ودموية التفجير منعتها من الاعتراف به. هذا الانفجار يختلف كثيرا عن غيره من التفجيرات الإرهابية السابقة في الصومال من حيث الخسائر في الأرواح أو الممتلكات. قرابة 300 شخص قتلوا في هذه الهجمة الانتحارية وحدها، بينما أصيب آخرون. والشيء الثاني الذي يميز هذا الهجوم الانتحاري عن غيره أن الشارع الصومالي خرج عن صمته للمرة الأولى منددا بهذا الفعل الشنيع الذي استهدف المدنيين الأبرياء في العاصمة. فهناك مظاهرات شعبية منددة بجماعة الشباب الصومالية في أرجاء البلاد يقودها نساء وأطفال، بينما تستخدم الجماعة شبكات التواصل الاجتماعي لإنكار جرائمها التي ترتكبها بحق الشعب الصومالي. وهذا مؤشر مهم أن حاجز الخوف من الجماعات الإرهابية قد انهار تماما. لو نظرنا لحجم الخسائر مقارنة بجرأة داعش لارتكاب جرائم كهذه أكثر من غيرها كجماعة الشباب المتطرفة والقاعدة عموما، أعتقد أن داعش كانت قد أعلنت مسؤوليتها عن التفجير لتمثل لها أكبر إنجاز تاريخي تنفذه جماعة إرهابية في الصومال، لكنها لم تفعل. هذا الهجوم الذي استهدف مقديشو هو حدث سيذكره التاريخ طويلا، ويختلف عن غيره من الهجمات الإرهابية من حيث المساحة التي تأثرت بالتفجير والخسائر التي نتجت عنها، وأيضا عن المكان الذي تم استهدافه، وطبعا التوقيت الذي وقع فيه. كل هذه العوامل ساهمت أن يكون مختلفا تماما عن كل الهجمات الإرهابية التي شهدتها مقديشو. لو نظرنا كيف وقع هذا الهجوم وكيف نفذ، سنلاحظ أنه يحمل بصمات جماعة الشباب، وأنه مشابه تماما لهجمات انتحارية سابقة تمنتها الجماعة الإرهابية. بالرغم من ذلك فإن جماعة الشباب لم تعلن مسؤوليتها بعد، والسؤال الذي يتبادر إلى الذهن هو لما الصمت حتى الآن؟ حتى لو أن جماعة الشباب ليست المدبرة في هذا الهجوم، لماذا لا تبرئ نفسها أو على الأقل تكشف النقاب عن الجهة المسؤولة في الانفجار؟ في مرات سابقة اتهمت الجماعة أياد خارجية بأنها تقف وراء هجمات مماثلة حدثت في الصومال. صحيح أن جماعة الشباب لا تبالي بأحد بارتكابها جرائم متعددة الأوجه ضد المدنيين، لكن أعتقد أن هذه المرة خجلوا من تبني هذه الجريمة والتي وصفت من أكثر الجرائم بشاعة في القرن الأفريقي. واحد معقولة شباب إنك عصمايان، إنك عصمايان، لكن شباب كويك حشوا هذا المكان يا جا. أحييكم من جديد. أطلق الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي، وهو أول مشروع ضخم ضمن مئوية الإمارات 2071 الذي يمثل الموجة الجديدة بعد الحكومة الذكية، بحيث ستعتمد عليها الخدمات والقطاعات والبنية التحتية المستقبلية في الدولة. وتعد هذه الاستراتيجية الأولى من نوعها في المنطقة والعالم للارتقاء بالأداء الحكومي وتسريع الإنجاز وخلق بيئات عمل مبدعة ومبتكرة ذات إنتاجية عالية. في شأن إماراتي آخر وبالتحديد في دول الخليج، شهدت سماء دول الخليج العربي احتراق نيزك من الفضاء أمكن رؤيته بالعين المجردة في عدد من الدول الخليجية. وأكد مركز محمد بن راشد للفضاء ومركز الشارقة لعلوم الفضاء في الإمارات عبور النيزك في وقت تشهد فيه سماء الخليج
زخات شهب الجباريات التي ستبلغ ذروتها في 20 من شهر أكتوبر الجاري. وشهد النيزك في سماء كل من السعودية وقطر والإمارات والبحرين وعمان والكويت، وتداول مغردون مقاطع مصورة للحظة عبوره في سماء بلادهم. تسببت النجمة الأمريكية إليسا ميلانو في عاصفة نسائية على مواقع التواصل الاجتماعي تويتر، وذلك في خضم الفضائح الجنسية التي هزت عالم صناعة السينما في الولايات المتحدة. ونشرت ميلانو تغريدة على حسابها الرسمي في موقع تويتر تدعو فيه كل النساء اللواتي تعرضن للتحرش أو لاعتداء جنسي إلى نشر تجاربهن وإرفاقها بوسم هاشتاج ميتو أنا أيضا. وذكرت الممثلة الأمريكية أن الهدف من الحملة هو إظهار الحجم الحقيقي للمشكلة التي تعاني منها النساء في عالم السينما بصفة خاصة. ومباشرة بعد نشر التغريدة تفاعل الآلاف والآلاف من المستخدمين مع وسم ميتو، حيث تحدثت كثير من النساء عن تجاربهن مع التحرش أو الاعتداء الجنسي الذي تعرضن له. الصمت والخوف، التغطية المثالية التي تعطي للمجرمين أمان النجاة بجرمهم بلا مقابل. قصة المنتج الشهير هارفي واينستين التي هزت العالم ليست سوى نموذج لآلاف الحالات المشابهة التي حدثت وتحدث وستحدث بالتأكيد في المستقبل، ما لم ينتفض العالم في حراك لنشر الوعي لتشجيع آلاف الفتيات على البوح ونبذ الصمت، لأنها الضحية ولا تلام الضحية مهما كان في جرم ارتكب في حقها. نفاذ هارفي واينستين بفعلته لثلاثة عقود متتالية دليل على أهمية توعية الفتيات بضرورة تقديم شكوى على كل من يحاول استغلال منصبه لنيل مطمع شهواني، فصوت واحد كان كفيلا بتشجيع أخريات لفضح الفعل الشائن الذي ارتكبه واينستين، والمجتمع قبل القضاء حتى بدأ بمحاسبته. فبعد فصله من العمل وتخلي زوجته عنه يبدو أن واينستين بدأ ينهار، فقد ذكرت وسائل إعلام عالمية أن ابنته الكبرى اتصلت بالشرطة لإعلامهم بأن والدها في حالة انهيار ويحاول الانتحار. الشرطة البريطانية تجري تحقيقات في عدة دعوات تفيد بتورط المنتج السينمائي الأمريكي هارفي واينستين في اعتداءات جنسية، ومثلها الشرطة في نيويورك، ووجهت أكثر من 20 امرأة من بينهن الممثلة أنجلينا جولي وغوينيث بالترو وروز ماكوان عدة اتهامات ضد واينستين. ويعد واينستين البالغ من العمر 65 عاما شخصية بارزة في عالم السينما، حيث حازت الأفلام التي أنتجها على أكثر من 300 ترشيح لجائزة الأوسكار وفازت ب81 منها. بكر عبد الرزاق لاجئ سوري في لبنان، ولدت المعاناة إبداعا عنده إذ بدأ بتطوير هوايته في الرسم، وعبرت لوحاته عن الإحساس الذي يملكه هذا الشاب، كما يأمل أن يتمكن من بيع لوحاته قريبا لتأمين مبلغ مالي يعالج به والدته المصابة بسرطان الثدي. إلى التفاصيل. هذه إحدى اللوحات التي قام برسمها شاب سوري لاجئ في لبنان، بكر عبد الرزاق. اختار هذا الشاب الريشة سلاحه للتعبير عن حبه للرسم، أنتج العديد من اللوحات لعدد من المشاهير. بشتغل هلأ بالكهرباء، وبأوقات فراغي تعلمت الرسم وصار عندي كميات كبيرة من اللوحات، وبتمنى أعمل معرض رسم، لكن أوضاع المادية ما بتسمح لي، وبعت لوحتين حتى أعالج أمي مرض السرطان الثدي، وبتمنى الأوضاع بسوريا تصير أحسن حتى أعلم الأطفال فيها الرسم. يضع جهاز الهاتف بالقرب منه، يبدأ رسم لوحة جديدة يستخدم الأبيض والأسود فقط، لا مزيج من الألوان في هذه اللوحات التي تنوعت بين صور لمشاهير وصور لأطفال ولوحات أخرى. حالما ينتهي من رسم لوحاته يبدأ بكر توزيعها على حبل وضعه داخل غرفته التي باتت تشكل له كل شيء، وبات لا يخرج منها سوى لأداء عمله، حيث اضطر هذا الشاب للبحث عن عمل يساعده وعائلته. يخرج بضع ساعات للعمل في الكهرباء ثم يعود مجددا إلى غرفته لمتابعة رسم لوحاته.
بكر بالبداية كان يرسم شغلات بسيطة، بس مع الأيام تطورت وشفنا هالشيء على الفيسبوك لما شاهدنا صور ونزلها. بالحقيقة أول شيء ما صدقت، يعني حتى جيت لعنده على البيت وشفت كمية الرسمات. يأمل بكر أن يتمكن من استثمار أعماله الفنية وبيع بعض اللوحات التي قام برسمها كي يتمكن من تأمين الدواء والعلاج لوالدته، حيث نجح هذا الشاب في بيع لوحتين فقط دفعهم تكاليف علاج لوالدته التي تعاني سرطان الثدي. يأمل بكر أن يتمكن من بيع أكبر قدر ممكن من اللوحات لتأمين العلاج لوالدته. إلى مختاراتنا من الصحافة العربية لهذا اليوم. نبدأ تجولنا القصير مشاهدين بين الصحف العربية لهذا اليوم من صحيفة الغد الأردنية التي نقرأ منها: ابتكار جهاز يمنع أزمات الربو. جاء في تفاصيل الخبر: قدمت شركة كورية في أسبوع التكنولوجيا الذي أقيم مؤخرا في دبي جهازا واقيا من أزمات الربو، يمنع استنشاق السجائر وينقي الهواء في البيت من البكتيريا والغبار. واخترنا لكم مشاهدين من صحيفة اليوم السابع المصرية: بنكرياس صناعي يتصل بالهاتف الذكي لمتابعة سكر الدم. نجح مجموعة من الباحثين في تجربة نظام ذكي لمحاكاة البنكرياس يتصل بالهاتف الذكي، وخلال أكثر من 60 ساعة من استخدام هذا النظام أظهر المشاركون الذين يعانون من مرض السكري من النوع الأول تحسينات كبيرة. وفي خبر منوع من صحيفة النهار اللبنانية: 12,000 دولار ثمن سيجار تشرشل. اشترى جامع مقتنيات أمريكي سيجارا دخنه رئيس الوزراء البريطاني السابق وينستون تشرشل ب 12,000 دولار أمريكي في مزاد علني أقيم في مدينة بوسطن الأمريكية. ودخن تشرشل جزءا من هذا السيجار في مطار باريس في عام 1947، واحتفظ بباقي السيجار طيار بريطاني سابق كان مسؤولا عن نقله في طائرته من باريس وإليها. إلى صحيفة القبس الكويتية مشاهدينا، التي عنونت بين صفحاتها لهذا اليوم: جوجل تطرح تطبيقا جديدا يمنح المستخدمين أموالا. أطلقت شركة خدمات الإنترنت العملاقة جوجل تطبيقا جديدا باسم جوجل Opinion Rewards أو مكافآت جوجل للرأي، ويتيح التطبيق الجديد للمستخدمين الاشتراك في الاستبيانات التي تجريها الشركات المختلفة مقابل حصولهم على عائد مادي. ختاما مشاهدين من صحيفة البيان الإماراتية: دوقة كامبريدج تسعد الأطفال بالرقص مع الدب باندينغتون. أسعدت الأميرة كيت دوقة كامبريدج الأطفال برقصها مع الدب باندينغتون مواصلة مهامها الرسمية بعد تعافيها من متاعب الحمل. وحضرت كيت برفقة زوجها وشقيقه الأمير هاري إلى محطة باندينغتون للسكك الحديدية في لندن، حيث التقوا بأطفال من جمعيات خيرية يدعمونها. أحييكم من جديد. قمة الألم والأمل وصلتها صفاء التي أصيبت بمرض سرطان الثدي، إلا أنها كانت عنوانا لاستلهام الهمة والتغلب على المرض بمزيد من السعادة التي نبعت من أفراد أسرتها، فأعطتها القدرة الكبيرة على تخطي العلاج وقهر الخلايا القاتلة بصمت. لم يستطع السرطان أن يفقدها أناقتها وثبات خطواتها، 5 سنوات وما زالت همتها مرسومة على وجهها لا تبالي. صفاء منذ عام 2011 اكتشفت إصابتها بنوعين من السرطان، أحدهما سرطان الثدي. فبعد 4 سنوات من الإصابة قررت أن تقهر مرضها، وحققت بإرادتها نتائج وصفها الأطباء بالمعجزة.
الحمد لله بدأوا معايا بالكيماوي وأخدت 18 جلسة أسبوعيا لحد الحمد لله ربنا أكرمني إن الكيماوي جاب معايا نتيجة، وكل ما بيعمل إشعاعات وتحاليل والحمد لله بيبان إن في معجزة بتحصل لي، إن البؤر السرطانية بتختفي. تحولت صفاء من مريضة تحتاج إلى دعم نفسي واجتماعي من قبل الأطباء والمحيطين إلى وجهة يقبل عليها الأطباء والمرضى لاستلهام الهمة والتغلب على المرض. أنا كنت بجيب على الموبايل معايا الأغاني، أسجل أغاني، أنقل أغاني لوردة، لنجاة، لأم كلثوم، أشغلها وأنا باخد جلسة الكيماوي، وأخلي الناس اللي معايا سعادة في الأوضة، ما نركزش في جلسة الكيماوي، ما أخدش إن أنا المرض ده مش ما اعترفتش بيه. وتخبرنا صفاء وهي والدة لشابين عن الدور المعنوي والجوهري الذي لعبته أسرتها وزوجها حتى قطعت شوطا كبيرا في رحلتها العلاجية ضد السرطان. زوجي أول واحد وقف جنبي، ما تخلاش عني ماديا ومعنويا، وأولادي أنا لما كنت بدخل المستشفى كانوا أولادي بيقعدوا معايا مرافقين بيبدلوا مع بعض. ابني قالها لي لما أنا كنت في رعاية مركزة وفي غيبوبة، قال لي لو كان عمرك هينتهي كان انتهى وانت في الغيبوبة، إنما انت لسه ليك عمر وكملت، وبالعلاج بدأت النتيجة معايا الحمد لله اتحسنت زي ما أنا كده. إلى جانب العلاج التقليدي للسرطان، تأمل صفاء أن يكثف المريض من استخدام دوائها الخاص للوصول إلى نتائج علاجية مرضية. انت لسه جميلة، لسه عايشة ولسه حاسة. في اختراع للسعادة مع علاج الكانسر، هو ده اللي هيقضي على الكانسر. أي إنسان سعيد ما بيقعش مع السرطان، بينقرض، الخلايا بتموت. وتحرص صفاء على قضاء أكثر من 7 ساعات يوميا في أحد مراكز علاج السرطان كمتطوعة لتقديم الدعم والمساندة للمرضى، كونها تألمت من مرضها وتشعر بمدى حاجة المريض إلى المساندة. يقولون إن مرض سرطان الثدي يضعف المرأة نفسيا وجسديا، لكنها قاعدة غير ثابتة، لأنه من الممكن أن يتلاشى مع الدعم المجتمعي والأسري. كأنك لست وحدك، أنت قوية وتبدين جميلة، هي السعادة، فأدخلوها على كل مرضى السرطان. لأخبار الآن، رمضان المطعني، القاهرة. في دراسة حديثة أكد باحثون أن نقص المورفين يتسبب في موت ملايين الأشخاص سنوياً، ووفق ما نقلت هيئة الإذاعة البريطانية عن فريق بحثي طبي، فإن من بين هؤلاء عدد كبير من الأطفال. قرابة 25 مليون شخص يموتون كل سنة جراء ألم حاد يمكن تفاديه باستخدام المورفين زهيد السعر. يمثل هذا الرقم نحو نصف الوفيات على مستوى العالم سنويا، حسب ما قال باحثون في دورية لانست الطبية، محذرين من أزمة ألم عالمية. وبحسب الدراسة أجراها الباحثون، فإن واحدا من كل 10 يموتون جراء الألم طفل. تعيش الأغلبية العظمى ممن لا يستطيعون الحصول على مسكنات للألم في الدول منخفضة ومتوسطة الدخل، والتي يصلها أقل من 4% من المورفين حول العالم، والبالغة كميته 299 طنا بحسب الباحثين. وعلى النقيض، هناك إساءة استغلال لمسكن الألم القائم على الأفيون في الدول الغنية، خاصة الولايات المتحدة. وبحسب التقرير، فإن المشكلة لا تكمن في صعوبة الحصول على المورفين فقط في الدول الفقيرة، وإنما يباع في تلك الدول بأسعار أعلى أيضا. قدر فريق البحث تكلفة سد العجز العالمي في المورفين البالغ 48 طنا متريا تقريبا بنحو 145 مليون دولار سنويا، إذا أتيحت فرص متساوية لكافة الدول للحصول على أقل سعر تجزئة في الدول الغنية. أشارت النتائج إلى أن 25 دولة من بين 172 يغطيها البحث لا تحصل على المورفين بأي شكل من الأشكال، بينما تحصل 15 دولة على كمية من هذا المركب لا تكفي لسد 1% من احتياجات تسكين الآلام لديها. كما خلصت الدراسة إلى أن 100 دولة تتمكن من تلبية متطلبات العلاج بالمسكنات لأقل من ثلث المرضى الذين يحتاجون لهذا النوع من العقاقير. أثبتت كثير من الدراسات أهمية حليب الأم والرضاعة الطبيعية، فهي الأفضل للعناية بصحة الطفل وصحة فمه وأسنانه. تفاصيل أوفى مع المختصة في الملف الصحي في غرفة أخبار الآن، عبير عبد الله.
للرضاعة الطبيعية فوائد كثيرة فيما يتعلق بصحة الفم والأسنان، إذ تزيد من مقاومة سطح المينا والأنسجة الأخرى في الأسنان، وذلك عن طريق امتصاص الكالسيوم والفلورايد بشكل أفضل نظرا لخصائص الدهون في حليب الثدي، كما تزيد من تدفق اللعاب وتحافظ على درجة الحموضة المناسبة في تجويف الفم، ويساعد أيضا على الحد من انتشار تسوس الأسنان، كما توفر الاستقرار النفسي للطفل، فتساعد على الحد من انتشار العادات السيئة مثل مص الإبهام والتي تسبب سوء إطباق الأسنان، مما يؤثر على وظائف الأسنان وجماليات الوجه، ذلك لأن وظيفة العضلات أثناء الرضاعة تعزز نموا أفضل للفكين. التقينا باستشارية طب أسنان الأطفال الطبيبة ياسمين قطيط وأفادتنا بالتالي. مساء الخير دكتورة. مساء النور. دكتورة، طبعا الرضاعة الطبيعية هي أحسن طبعا كثير من الرضاعة اللي هي الصناعية، ولها فوائد كثيرة، وكثير من العلماء والأطباء أشاروا إنه الرضاعة الطبيعية أكثر صحة للطفل، ولكن اليوم يعني نبي نتكلم عن تأثير الرضاعة الطبيعية على صحة الفم والأسنان. شكرا لك انتي طرحتي الموضوع ده، لانه فعلا في فوائد كثيره قوي للرضاعه الطبيعيه بتعم على الصحه الفوائيه للطفل. وفعلا لازم ننبه الامهات انه الموضوع ده مهم، وانه مش بس الرضاعه بتدي فوائد للطفل وجسمه، لصحه فمه وللام كمان. نعم. طب دكتورة، يعني بالذات صحة الفم، خلينا نتكلم عند الطفل. أثناء الأمة بترضع طفلها كثير في نظريات أو معتقدات خاطئة إنه الرضاعة الطبيعية ممكن تسبب تسوس، ممكن تسبب مشاكل، زي إيش مثلا؟ هقول حريك حاجة برضو، الموضوع ده فعلا عليه كلام كتير، إنه في ناس بتقول إنه الرضاعة الطبيعية ممكن تسبب تسوس الأسنان. هقول لك الجمعية الأمريكية لطب الأسنان بتقول إنه أول حاجة الرضاعة الطبيعية ممكن تستمر سنة لسنتين أو سنتين من عمر الطفل، بس بالشرط إنه يبقى أكل الطفل سليم، من غير سكر، من غير حاجات مسببة للتسوس. الحلو في الرضاعة الطبيعية أو الحليب الطبيعي إن ربنا خالق فيه مضادات للبكتيريا، دي بتحفز مناعة الطفل الفموية وبتخلي سنانه تطلع بشكل سليم، ومش بس كده بتخلي البكتيريا ما ترعاش في الفم. خبرنا الأخير من عالم الفن السابع، إذ تصدر فيلم الرعب والغموض والإثارة الجديد هابي ديث داي إيرادات السينما الأمريكية مسجلة 26 مليون ونصف المليون دولار، ويلعب دور البطولة في الفيلم جيسيكا روث وإسرائيل بروسارد وروبي مودين. وقبل ختام النشرة مشاهدين، هذا تذكير بما جاء فيها من عناوين. في كركوك ذهول ونزوح وأبواب مفتوحة أمام كل الاحتمالات. ضمن مئوية الإمارات 2071 محمد بن راشد يطلق استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي. ونجمة أمريكية تتسبب في عاصفة نسائية على مواقع التواصل. بهذا إذا مشاهدينا الكرام نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام نشرتنا. دائما لمزيد من الأخبار يمكنكم متابعتنا على موقعنا الإلكتروني والتواصل معنا عبر مواقع فيسبوك وتويتر، ويمكنكم أيضا متابعة بثنا المباشر في ذات الموقع. أعود وألتقيكم مشاهدينا بعد أقل من نصف ساعة في موجز الأنباء، دائما كونوا معنا. نشكركم على متابعة قناة تلفزيون الآن على يوتيوب. ليصلكم كل جديد قوموا بالضغط على زر اشتراك أو سبسكرايب، أو إن أعجبكم ذلك شاركونا تعليقاتكم، ولا تترددوا أيضا بالضغط على مشاركة أو لايك.